رواية حامود للأديبة العراقية وفاء عبد الرزاق، والقراءة من تقديم الأستاذة حليمة دحا، أستاذة اللغة العربية والطالبة باحثة في سلك الدكتوراه، لديها مجموعة من الاهتمامات في مجال النقد والشعر والرواية. من إصداراتها الجديدة ديوان السرمدي المتألق وكتاب نقدي في الأدب التفاعلي عند الطفل، إلى جانب ذلك لديها مجموعة من الدراسات في مجلات محكمة وإلكترونية، وعنوان مداخلتها الموت وزواياه المتخفية في ديمومة الفكر التخيلي نموذج رواية حامود. قبل أن أعطي الكلمة للأستاذة سأعرف بالكتب الخمسة وبالكاتبات وكذلك بمن المتدخلات والمتدخل في هذه الجلسة. رواية بريد الليل، الكتاب الثاني رواية بريد الليل للكاتبة اللبنانية هدى بركات الحائزة على جائزة البوكر سنة 2019، وستقدم القراءة الدكتورة لبنى الماجدي، باحثة حاصلة على شهادة الدكتوراه في الآداب تخصص التربية والفن والثقافة من كلية علوم التربية بالرباط، وأستاذة الثانوي التأهيلي بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا، وعنوان مداخلتها اعترافات منفيين في رسائل بلا عنوان. المداخلة الثالثة رواية عمر الغريب للمبدعة المغربية سلمى مختار أمانة الله، من تقديم الأستاذ سعيد الفلاق، أستاذ بالثانوية الإعدادية المغرب الكبير وطالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الأدب بالرباط، متخصص الدراسات الأدبية والرقمية، لفاته التخيل التاريخي في الرواية العربية المعاصرة وحائز على جائزة لم أسألك عن الجائزة ما اسمها وحائز في هذا عن كتابه والمداخلة جائزة الشيخ زيد، والمداخلة بعنوان عمر الغريب روايات الذات المتشردية. الرواية الرابعة رواية نقطة الانحدار للروائية والشاعرة المغربية فاتحة مرشيد الغنية عن التعريف. فاتحة مرشيد ذات الغزارة والكثافة في الإبداع، لها روايات متعددة، أعتقد 7 روايات، وقد صدرت مؤخرا رواية جديدة، أصدرت رواية جديدة سنتشرف بتقديم الأستاذة عتيقة فيها. لها مجموعة قصصية كذلك، مجموعات قصصية ودواوين الشعر. الرواية الرابعة نقطة الانحدار للروائية كقلت المغربية فاتحة مرشيد تقديم الدكتور عتيقة هاشمي، أستاذة الثانوي التأهيلي بالرباط، حاصل على شهادة الدكتوراه وتخصص قضايا وظواهر أدبية ونقدية، رئيسة شبكة القراءة بالمغرب فرع الرباط، عضوة الاتحاد الدولي للغة العربية، عضوة ائتلاف الشباب المغربي للغة العربية، عضوة مجلس إدارة نخل تغريدات العراقية، ثم عضوة مجلس إدارة الاتحاد العربي للثقافة بهولندا، وكذلك عضوة مجلس إدارة الاتحاد العربي للثقافة والشعر. مسار حافل، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله في مسارها الأدبي والنقدي، ناقدة وشاعرة وقصة، لها إصدارات عديدة منها مجموعة قصصية تحمل عنوان بلا عنوان قيد الطبع كتاب النقد الأدبي في الأندلس الأصوات والامتدادات، وعنوان مداخلتها القراءة فعل مجابهة وتغيير في رواية نقطة الانحدار. الرواية الخامسة أو المداخلة الخامسة بعنوان قاعة الانتظار للمبدعة زهرة رميش، كذلك الغنية عن التعريف وذات التراكم الكثير في مجال الرواية والقصص والمسرح والشعر كذلك. تقدم القراءة الدكتورة خولة الزنزولي، باحثة حصلت مؤخرا على الدكتوراه في النقد الأدبي، فهنيئا لها ولكل من حاز على الدكتوراه مؤخرا. لها العديد من الإصدارات من بينها رولان بارت الواحد المتعدد، وكتاب تداخل الأجناس في الرواية النسائية، وإصدار أزمة الهوية في الرواية المغربية الفرنكوفونية، وكتاب الإيديولوجيا السياسية في الرواية العربية. كما قامت الباحثة بتنسيق مجموعة من الكتب، منها الكتاب المحكم
عنوان بدراسات في الخطاب الروائي العربي المعاصر، وكتاب محمود عبد الغني المهاجر بين فنون كتابة، ولها أيضا العديد من المقالات المحكمة وهي الواقع والمتخيل في رواية 142 للكاتب الشاب عبد المجيد سباطة. فلسفة الترحال في روايات محمود عبد الغني، تفكيك هي استراتيجية لتحليل الخطابات، الأدب النسائي بين مؤيد ومعارض، ومقال تيمة الأرض والماء في رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي، وفونتمارا ل إغناسيو دراسة مقارنة، ومقالة الحالة النفسية لدوستويفسكي من خلال رواية رسائل تحت الأرض، كما لها العديد من المشاركات داخل المغرب وخارجه، عنوان مداخلتها تيمة المرأة والألم في رواية قاعة الانتظار. مع ضياء أطلت، بعد أن تعرفنا على الأقلام المحتفى بها لكاتباتنا النساء من العراق ولبنان والمغرب، وعلى من سيقدمهن لجمهور القراء.